افتح بقى؟ ثانية واحدة. يلا فتحي بقى وقولي لي ايه رأيك في لون اوضة النوم. ايه ده؟ انت مين اللي قالك تعمل كده؟ هو اللون مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش عاجبني، وانت ازاي ما تاخدش رأيي قبل ما تعمل كده؟ كنت عايز اعملها لك مفاجأة حبيبتي. بصراحة يعني مفاجأة وحشة جدا. وحشة جدا؟ بقى اللون الأخضر ده لون وحش، ده لون مهدي للأعصاب. ده شكل لون أتوبيسات النقل العام. طب انت ايه اللون اللي انت عايزاه؟ الأصفر الكناري. أصفر كناري؟ ده لون مستفز وبايخ، وبعدين أنا لا يمكن أنام في أوضة باللون ده. وأنا كمان لا يمكن أنام في أوضة باللون ده. استني بس يا رشا استني. استنى إيه؟ وأنت من أولها بتفرض ذوقك عليا. طب أنا عندي حل. إيه هو؟ زي ما أنا عملت الأوضة دي على ذوقي، إعملي أنت الأوضة التانية على ذوقك. ماشي، بس تبقى أوضتي وأنام فيها لوحدي. إيه اللي أنام فيها لوحدي ده؟ هو أنا متجوزك عشان تنام لوحدك؟ ده الواحد ما بيصدق يتجوز عشان مراته تونسه كده في الأوضة ويقعدوا ياخدوا يدوا مع بعض في الكلام. يبقى تدهن اللون الكناري. كناري كناري اهو نكاكي بقى ونصوصو مع بعض.